العلامات او الاشارات اللي ممكن نشوفها على الشخص اللي يعاني من فقر دم قبل نشوف العلامات. نقول هاي العلامات اللي ممكن نشوفها على شخص يعاني من فقر دم تعتمد على وجود او عدم وجود العوامل اللي راح تعتمد على العوامل اللي راح نذكرها هسه. ظهور العلامات او عدم ظهورها تعتمد على عدة امور. اولا speed of onset، سرعة بدايتها، يعني سرعة تطور فقر الدم او الانيميا. rapidly progressive anemia causes more symptoms than anemia of slow onset. يقصد به الانيميا اللي تتطور بسرعة راح تسبب لنا اعراض اكثر من الانيميا اللي تتطور على كيفها. ليش؟ because there is less time for adaptation، لان الانيميا اللي تطور بسرعة ماكو وقت الجسم يتكيف في هذا الوضع اللي صار جديد اللي صار بيه اللي هو يعاني من فقر دم. كمثال شخص يعاني من نزف، كان يكون انقطع شريان، فالنزف يكون حاد وسريع، فاش ينطيني اعراض الانيميا. اعراض الانيميا راح تطلع بسرعة اللي هو وجه يصفر، شحوب، ممكن جسمه يخمل، هاي كلها اعراض الانيميا. بينما شخص اخر يعاني من نزف بلا معاه، نزف بسيط جدا، ممكن النزف بعد 5 شهور ولا سنة يلا تبين أعراض فقر الدم. ليش؟ لأن الجسم هذا الوقت كله جاي يتكيف في هذا الوضع اللي صار، يحاول يسرع من إنتاج كرات الدم الحمراء عاملي يعوض النقص اللي حاصل بالنزف البسيط اللي صاير على مستوى الأمعاء. السيفيرتي، الحدة، حدة النزف نفس ما ذكرنا كمثال، إذا نزف قوي او سريع او استمر لوقت مكان النزف اللي يستمر لساعتين مو ينطي اعراض مو مثل النزف اللي يستمر لخمس دقائق. هاي كمثال. الايج، اشخاص كبار السن اللي هم الالدرلي، تولرانس انيميا ليس ويل دان ذا يونغ، اشخاص الكبار السن اقل تحمل لفقر الدم من الشباب، وهاي هي بطبيعه الجسم وبنيه الجسم وتحمل الامراض. هيموغلوبين اوكسجين ديس اسوشييتد كيرف، هذا الكيرف اللي رسمناه ذا تذكرون على الصبورة بين نسبة تشبع الهيموغلوبين بالأكسجين وبين ضغط الأكسجين. There is shift to the right so that oxygen is given up more readily to the tissue. يعني الكيرف هذا اللي رسمناه على الصبورة راح يصير بانحراف للمن لليمين، فإذا انحرف الشفت لليمين يعني شو يقصد؟ يعني راح الكرات الدم الحمراء ما ضلت متمسكه بالاكسجين، من توصل الانسجه بسرعه تفرغ الاكسجين، وهذا من التكيفات اللي يسويها الجسم على مود يحاول يتغلب على اعراض فقر الدم. زين السايبتومز اللي هي اكو عندنا سايبتومز وعندنا ساينز، عندنا اعراض وعندنا علامات. هسه نعرف شنو السبب. الاعراض اللي هي السايبتومز هذا هو الشخص اللي يشعر بها، انا كمريض ممكن اشعر بها، بينما الساينس لا، الدكتور هو اللي راح يكتشفها او عن طريق المختبر. زين سايبتومز الاعراض، shortness of breath particularly on exercise، راح يصير عندنا قصر بالتنفس وخصوصا بعد التمارين الرياضية، نقول الشخص يقوم يلهث، هذا عرض من الاعراض. weakness، اكو ضعف عام راح يصير عندنا. lethargy، كسل او خمول. البالبيتيشن، راح يصير عندنا خفقان. الهدك اللي هو يقصد به وجع الراس. عندنا السايبتومز اوف هارت فيلر ان ذا ايلدرلي، يقصد به راح تكون اكو اعراض لفشل قلبي، وين؟ بالكبار السن. فشل قلبي واحده من اعراضه اللي هو شورتنس، اكو راح يصير عنده قصر بالتنفس ونقول يقوم يلهث. انجينا بكتورس، الم بالصدر جدا يسموه الذبحه الصدريه. الفيجوال ديستريوبنس، يقصد به اكو اعتلال او مشاكل بالبصر تصير عنده. بينما الساينس اللي هي قلنا والدكتور راح يكتشفها، عندنا جنرال ساينس، اكو عندنا جنرال يعني مرافقه لكل علامات الفقر الدم، كل انواع فقر الدم. الفيلر اوف ميوكوس ممبرينز اف ذا هيموغلوبين ليفل بيلو 9 الى 10 غرام على ديسلتر، اذا نسبه الهيموغلوبين قلت 9 الى 10 غرام على ديسلتر فهو راح يصير عندنا شحوب، وين؟ بالميوكوس ممبرينز. الميوكوس ممبرينز شنو يقصد به؟ الميوكوس ممبرينز يقصد به التجويف الفم، الانف،
حتى الغشاء المبطن للعين. زين، تاكيكارديا يصير عندنا خفقان، سيستوليك مورمور اللي هو يقصد به اكو مشاكل بتقلص القلب، وراح يبين عن طريق الاي سي جي تخطيط القلب الكهربائي اللي يسويه الطبيب. عندنا الفيتشرز اوف كرونيك هارت فيلر، راح يكون عندنا اعراض فقر العفو فشل القلبي، اعراض فشل القلبي ممكن هم اكتشفت الطبيب. عندنا سبيسيفيك ساينز، علامات او اشارات راح تكون خاصة بمرض معين، يعني فقر دم معين مو كلهن. اولا associated with a particular type of anemia example عندنا الكولينوتشايس with iron deficiency anemia، راح تصير عندنا تقوس بالاظافر خصوصا بكبار السن نشوفها هذه بالشخص اللي يعاني، وين يعاني من فقر دم سببه نقص الحديد. حتى نقدر نضيف عليها شخص اللي يتغير بالسلوك الغذائي مثلا يقوم ياكل احجار او ياكل ثلج، هي هم ممكن يعزوها لهذا السبب الايرون ديفيشنسي انيميا. تفسير علمي دقيق ما لها، بس اكو تفسير فلسفي اللي هو اكو انزيمات بالجسم تحتاج الحديد على متعمل، فاذا قل الحديد هي راح تتغير سلوك النيورو ترانسميتر اللي هي النواقل العصبية، بالتالي يتغير سلوك الشخص كله. حالة حال الشخص اللي العفو الامرأة الحامل اللي تتنسب طماطة، كفلسفة إلها يقولون بأنه هو جسم المرأة بهذا الوقت محتاج إلى بوتاسيوم، والبوتاسيوم موجود بشكل عالي بالطماطة، فبالتالي هي راح على متغذي نفسها وتكمل نقص البوتاسيوم صارعتها. جوينديز هيمولايتيك انيميا اور ميغالوبلاستيك انيميا، الجوينديز اللي هو شنو؟ اليرقان ابو صفار. وين يصير؟ نشوفه اكثر شيء بالحاله الفقر الدم التحللي. ليش؟ لان كرة الدم الحمراء من تتكسر راح يطلع الهيموجلوبين، والهيم وبعدين هاي الهيم ضمن السلسله اللي شرحناها يتحول وين؟ الى بيلوروبين اللي هو نفسه يتودي الى حاله الجوينديز اليرقان. بون ديفورميتس with the thalassemia major and other severe congenital hemolytic anemia، راكو تشوهات. وين تصير عندنا؟ بالعظام. تشوهات منين جايتنا؟ مرتبطة بحالات اللي هي thalassemia major، شرحنا الثلاسيمية بوقتها محاضرة سابقة وعرفنا هي شنو. هي قلنا هي اكو مشكلة راح تصير بتصنيع الجلوبين اللي هو البروتين اللي يرتبط ويا الحديد، عم يسوي لنا هيموجلوبين. فاذا صار المشكلة بسلاسل الألفا سميناها ألفا ثلاسيميا، وإذا صارت المشكلة بتصنيع الجلوبين بالبيتا سميناها شنو؟ بيتا ثلاسيميا. هذا الثلاسيميا ميجر يقصد بحالة شديدة من أنواع الثلاسيميا، يصير ضغط على نخاع العظم، نخاع العظم راح يتغير وراح يتغير تركيبه ووضعه بحيث حتى يسوي لنا تشوه بالعظام. حتى بهاي الحالات طبعا لكم يعني الفائدة، ممكن الكبد يقوم ينتج دم، لأن الستيمسيا راح تنتقل من النخاع العظم راح توصل إلما للكبد وبالتالي يقوم تنتج دم. من ياخذ أشعة للجمجمة ممكن نشوف الجمجمة على بها أشواك مثل الأشواك، لأنها صار بها تشوه بالعظام. هاي محاضرة إن شاء الله استفاديتوا من عندها، وأي سؤال استفسار تقدرون تنزلوا بالتعليقات وإن شاء الله نجاوبه.